الحمد لله وحده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية ورسول البشرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية من القلب يطيب شداها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساؤكم خير من رب السماء، مساؤكم فخر وولاء، مساؤكم عز وانتماء، مساؤكم حب ووفاء. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بكم بقلوبنا قبل حروفنا، بكل سعادة وبكل عزة نضيء سماء الأمل فرحة لوجودكم بيننا في هذا اللقاء الشعري الحميم الذي نلتقي فيه اليوم لنحتفل سويا كأسرة واحدة بالذكرى 38 لاسترجاع أقاليم وادي الذهب إلى حضيرة الوطن الأم. ففي مثل هذا اليوم من كل سنة يستحضر المغاربة هذه المحطة التاريخية الكبرى في إطار وطني متميز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وتعود هذه الذكرى إلى يوم 14 غشت 1979، والجدير بالذكر تشرف على تنظيم هذا اللقاء الأدبي جمعية النور للتنمية المرقية عامر بقنادل بتنسيق مع الجمعية الرياضية عامر لألعاب القوى. إنها لحظة ترسم أحداثها في لوحة العمر، لحظة تفرح القلوب، لحظة فيها من الوفاء ما يروي الأحاسيس، لحظة تتناثر فيها أجمل الكلمات واستعادة الذكريات. فشكرا لكم على حضوركم ووفائكم، فنحن عن الوفاء عاجزون، ومهما بذلنا مقصرون، فلن نمل حتى تملوا. على بركة الله نستهل حفلنا هذا. وحي الرحمن يشاركنا وقلوبنا كلها إيمان، ترتيل المصحف يطهرنا فيض من حب وحنان، آيات الله تطمئننا وهج من نور وأمان، تلاوة مباركة يرتلها على مسامعنا القارئ الطفل بلال فلول، فليتفضل مشكورا.